العالم كله ناطر لبنان. اذا انتم ما عرفتوا قيمه لبنان وكنتوا قديسين بارضه راح يكون مصيركم مصير الهالكين بارض لبنان، لانه بارض لبنان ما راح يضل انسان شرير، لانه لبنان راح يكون مصدر سلام للعالم، لانه لبنان، لانه لبنان، لانه لبنان اسمه عذراء مريم ارزة لبنان، ولانه لبنان الله اختاره منذ الازل، ولانه لبنان الله اراد انه ينبنى هيكله من ارز لبنان. كونوا واثقين، لبنان لن يهلك ابدا، ولكن شعبه يمكن يهلك، لانه شعبه متفلسف ومتكبر واناني وما بيقبل يكون خادم، وخاصة المسيحيين. وبوصيكن حبوا الله وحبوا أرضه تكونوا قديسين. آمين.